ثانياً، ضعف الرغبة في الدراسة. لو عدنا 100 سنة إلى الوراء، لوجدنا أن علاقة التحصيل العلمي المرموق بكسب الرزق لم تكن واضحة بالقدر الكافي بسبب شيوع الأمية وضعف مساهمة المعرفة في المنتجات المختلفة. أما اليوم، فقد أصبح التزود بالمزيد من المعارف والخبرات واكتساب المزيد من المهارات هو المدخل الوحيد لرقي الأفراد والأسر والشعوب. ومن هنا، فإن عدم امتلاك الطفل لدافع قوي إلى تحصيل علمي جيد هو عبارة عن مشكلة كبرى لأسرته. وأعتقد جازماً أن مغادرة طفل في الصف الخامس الابتدائي للمدرسة والدراسة يلحق به من الأذى والإضرار بمستقبله ما يزيد على قطع يده أو فقده للسمع بإحدى أذنيه. ولهذا فإني أهيب بالآباء والأمهات أن يولوا مسألة تفوق أبنائهم في الدراسة ومسألة إكمال تعليمهم إلى نهاية السلم كل اهتمامهم وعنايتهم، وأحثهم على أن يكونوا كرماء في البذل في تدريس أبنائهم في أفضل المدارس المتاحة. وأود أن أؤكد قبل كل شيء على أن رغبة الأطفال في التفوق الدراسي ومواصلة التعليم تصنع صناعة من قبل الأسر المهتمة والحريصة على مستقبل أبنائها. ولهذا فإن إعراض الأطفال عن تحصيل العلم هو ثمرة للبيئة المريضة والسيئة التي نشأوا فيها، أو ثمرة للمدارس الضعيفة والمتهالكة التي ينتسبون إليها. ما المقصود بضعف الرغبة في الدراسة؟ كثيراً ما تختلط الرغبات والدوافع، فنعبر ببعضها عن البعض الآخر. ومن حيث المبدأ، فإن جميع الصغار والكبار يتمنون لأنفسهم التفوق والنجاح والبروز الاجتماعي، لكن الأمنيات والأحلام تظل أقرب إلى الأوهام ما لم تتحول إلى رغبات مقلقة وتتحول إلى دوافع محركة. الدافع هو طاقة كامنة لدى الطفل تحركه في اتجاه سلوك معين. إن الطفل في حاجة إلى دافع كي يسعى إلى التحصيل العالي وكي يؤدي متطلبات التفوق الباهر، وهو بحاجة إلى دافع يجعل سعيه في سبيل ذلك مستمراً. ومن منا إلا وقد رأى أطفالاً مندفعين إلى تحصيل العلم في السنوات الأربع من دراستهم الابتدائية، وبعدها أخذت عزائمهم تفتر، وأخذت درجاتهم في المواد الدراسية المختلفة في الانخفاض، وما ذلك إلا لأنهم فقدوا الطاقة التي تحملهم على بذل الجهد من أجل تعلم جيد ومثمر. مظاهر ضعف الرغبة في الدراسة: أولاً، رسوب الطفل في جميع المواد ورسوبه في مادتين فأكثر على نحو مكرر. ثانياً، تباطؤ الطفل في كتابة الواجبات المدرسية، حيث يشكو كثير من الآباء والأمهات من أن أطفالهم لا يقومون بأداء ما طلبه منهم معلموهم إلا بعد الإلحاح والمتابعة، وحين يقومون بذلك فإنهم يظهرون الكثير من التبرم والضيق، ويضاف إلى هذا الأداء الناقص للوظيفة. وكم من طالب يكلف بحل 5 تمارين في مادة الرياضيات فيحل 2 أو 3 ويترك الباقي. ثالثاً، الحصول على درجات متدنية في 3 مواد فأكثر. رابعاً، البحث عن أعذار تتيح له الغياب عن المدرسة، فالطفل غير الراغب في الدراسة يتعلل يوماً بألم في ضرسه ويوماً بوجع في معدته، وفي يوم ثالث يقول: سمعت أن المدرس لن يحضر اليوم، ويدعي في يوم رابع أن لدى المدرسة احتفالاً ولن يكون مطلوباً من أي طالب كتابة أي واجب. خامساً، أحياناً يكون ذكاء الطفل عالياً، أو تكون الدراسة في المدرسة التي يدرس فيها سهلة وقليلة الأعباء، ومن ثم فإن الطفل ينجح بتفوق من غير أن يظهر لديه أي رغبة في المطالعة أو تعلق بالكتاب. وهذا الأمر لا يزعج الأهل في العادة، لكنه يرسل بإشارات سلبية، حيث إن الشغف بالتعلم والحصول على المعارف شرط للتفوق الباهر. كيف نعالج ضعف الرغبة في الدراسة؟ أولاً، من المهم أن أؤكد المرة تلو المرة
على أن الرغبة في التعبد وعمل الخير وطلب العلم تصنع صناعة من قبل الأسرة، ويكتسبها الأطفال من أسرهم ومعلميهم. وإنما أؤكد على هذا المعنى ليعلم الآباء والأمهات أن ضعف الدافعية لدى أبنائهم إلى التعلم والتفوق في الدراسة هو في الغالب بسبب تقصيرهم في توجيه أبنائهم أو بسبب أخطاء ارتكبوها خلال تربيتهم لهم. ثانياً، الجو الأسري المحفز على التعلم قد يكون أهم ما على الأسرة توفيره لأطفالها. وقد شرح أحد الفتيان أسباب حصوله على المركز الأول في الثانوية العامة على مستوى القطر، فقال إن الإنجاز الذي حققته كان مفاجئاً بالنسبة إلي، وقد لاحظت فيه توفيق الله تعالى، وأنا لم أكن في الحقيقة سوى المخرج لعمل بطولي قام به أبي وأمي وأختي الكبيرة، لأنهم جميعاً بذلوا جهوداً عظيمة في سبيل توفير بيئة تجعل النجاح العادي أمراً غير وارد نهائياً. وإذا أردت أن أذكر عناوين صغيرة لتلك الجهود فسأقول الآتي: ألف، كان أبي منذ كنت في الخامسة من عمري يردد على سمعي موعظة أحد الحكماء لأبنائه: يا بني، إذا أردتم الدنيا فعليكم بالعلم، وإذا أردتم الآخرة فعليكم بالعلم. وكان لا يضيع أي فرصة لبيان فضل العلم وأهله. وكان أخو جدي واحداً من كبار الأطباء، وكان أبي كثيراً ما يقول لي: أنت ستكون مثله، بل إن أمامك فرصة لأن تكون أشهر منه. ولهذا فحين انتقلت إلى المرحلة المتوسطة أخذت أهتم أكثر وأكثر بالتفوق، والحلم الذي يلوح أمامي هو دخول كلية الطب، وقد حصلت على ذلك بحمد الله. ب، كانت أسرتي تشعرني أنها مستعدة دائماً لتأمين كل ما أحتاجه من مال من أجل دراستي، وقد أعطاني أبي مبلغاً كبيراً من المال وأنا في السنة الثانية من المرحلة الثانوية حتى أحضر المواد المطلوبة لاختراع كنت أشتغل عليه. وكانت أمي تقول لي باستمرار: لا تفكر في تكاليف الدراسة مطلقاً، فكل ما أملك من حلي سيكون تحت تصرفك عند الحاجة. جيم، لا أستطيع أن أنسى أبداً كيف كانت أمي تلغي مواعيد زيارة قريباتها وصديقاتها كلما عرفت أن لدي اختباراً في اليوم التالي. أما أختي الكبرى فقد كانت تقول لي: ما أخبار ابن سينا؟ تشجيعاً وتحفيزاً، لعلي أصبح طبيباً مرموقاً مثله. ولا أحصي المرات التي فاجأتني فيها بقطعة حلوى أو كأس من الشاي، إنها فعلاً أمي الثانية. دال، كنت أشعر في بداية مرحلة المراهقة بأن مادة الجغرافيا جافة جداً وصعبة، وكنت أتحدث عن ذلك أمام والدي كثيراً، وكنت فعلاً أخاف من الرسوب في تلك المادة، وهذا ما حدث فعلاً، وكان تأثير ذلك علي كبيراً جداً، وذلك لشعوري بأنني خذلت أهلي وخيبت آمالهم فيه، إذ لم يكن أحد يتصور أن أرسب في أي مادة من المواد. وكان موقف والدي يثير الإعجاب، حيث قال لي حين سمع بنتيجة الامتحان: كنت أود ألا يحدث ما حدث، لكن كن على ثقة أن هذا الرسوب هو شيء عابر في حياتك وسوف تنجح في الدور الثاني. وكأن شيئا لم يكن، وأخذ والدي يذكر لي كبوات كثيرا من العلماء العظام، وكيف أن كثيرين منهم كانوا مخفقين في بعض جوانب حياتهم. وقد لاحظت أن أبي كان يريد حمايتي من الإحباط، وقد نجح في ذلك. ثالثاً، حين يجد الأب أن ابنه لا يرغب في الاستمرار في الدراسة، أو يجد أن تحصيله العلمي ضعيف مقارنة بزملائه، فإن عليه ألا يكتفي بحثه على بذل المزيد من الجهد، بل عليه أن يبحث فيما إذا كان ذلك لسبب نفسي أو جسمي. فقد يكون سمع الطفل ضعيفاً، وقد يكون في حاجة إلى نظارة، وقد يكون بطيء الفهم فلا يستطيع في كل هذه الحالات متابعة المدرسين، وقد يكون لديه نوع من عيوب الكلام مثل التأتأة، وقد يكون لديه حياء شديد مما يمنعه من التحدث أمام زملائه. إن معالجة هذه المشكلات
يعد شرطاً مهماً لتقوية رغبة الطفل في التعلم ومواصلة الدراسة. رابعاً، للمكان الذي يدرس فيه الطفل تأثير كبير في إقباله على تحصيل العلم، والحقيقة أن المدارس الممتازة دائماً قليلة والدراسة فيها مكلفة مادياً، ووضوح هذه الفكرة لدى الآباء مهم حتى يستعدوا لتعليم أبنائهم بتوفير نسبة محددة من دخلهم الشهري من أجل إنفاقه على تعليم الأولاد في مدارس وجامعات ممتازة، ولا أريد التوسع في هذا الموضوع الآن. لكن أود أن أشير إلى شيء واحد، هو أن المدرسة الجيدة هي المدرسة التي يتوفر فيها شيئان أساسيان: جدية في التعليم وشعور المدرسين فيها بالرضا عن أوضاعهم وأوضاع مدرستهم. وقد ثبت من مشاهدات كثيرة أن ارتفاع الروح المعنوية للإداريين والمدرسين وشعورهم بالانتماء للمكان الذي يعملون فيه مما يثير روح التفاؤل لدى الطلاب ويحفزهم على الإقبال على التعليم. هذا يعني أن على الآباء النظر إلى المدارس التي يسجلون فيها أبناءهم من الداخل وليس من الخارج، والنظر إلى الإنسان الذي فيها أكثر من نظرهم إلى الأبنية والتجهيزات. خامساً، إذا كانت المدارس هي الأماكن الأساسية لتعليم أبنائنا، فإن لها علينا حق التواصل والمؤازرة والنصح، ولا سيما بعد التطورات الكبيرة التي طرأت على خبراتنا حول التعليم الجيد وحول الظروف الملائمة لأفضل تحصيل ممكن. فقد دلت البحوث والدراسات الكثيرة على أن استجابة الطفل لمعلميه تكون في أحسن حالاتها إذا كان أسلوب التعليم مثيراً وممتعاً ومشوقاً، وهذا يحتاج إلى تمتع المعلمين بلياقة عقلية وروحية عالية، ويحتاج إلى توفر مكان أنيق وجميل ومكيف وثري بوسائل التعليم الحديثة. المدارس الحكومية تحتاج إلى مساعدة الأهالي من خلال ترتيب علاقات جيدة، وتحتاج من الأهالي التواصل معها لمعرفة أحوال أبنائهم. أما المدارس الأهلية فنحتاج نحن عند البحث عن مدرسة لدراسة الطفل إلى التأكد من جودة المدرسة، ونحتاج أيضاً إلى التفاعل والتواصل مع معلميها. تقول إحدى المعلمات في مذكراتها: حين كنت أدرس لطلاب الصف الثالث الابتدائي أثار انتباهي وإعجابي والدة إحدى الطالبات، فقد كانت الطفلة يتيمة، لكن كانت تلقى من اهتمام والدتها وحرصها ما تناله طفلة حظيت بأفضل أب وأفضل أم، فقد كانت تلك الأم الفاضلة تحضر كل جلسات مجلس الأمهات، وتتصل كل أسبوعين لتسأل عن ابنتها وتطمئن على سير دراستها ولتزودني ببعض المعلومات. وأذكر أنها في إحدى المرات قالت لي: ابنتي كذبت علي مرتين، ولم أحاول إشعارها بأني أعرف كذبها، فأرجو منك معالجة ذلك معها. وقد دعتني تلك الأم الفاضلة خلال سنة واحدة مرتين إلى منزلها وأكرمتني غاية الإكرام. سادساً، سيظل بنو البشر في حاجة إلى ما يعزز دوافعهم إلى العمل، وإن الثناء والتشجيع والمكافأة على الإنجاز وعلى الكف عن بعض التصرفات السلبية من الأمور التي ينبغي أن يهتم بها كل مرب سواء أكان أباً أم معلماً. أحد الآباء كان يتحين الفرص ليوصل رسالة إلى ابنه بأنه عزيز عليه وأنه يفكر دائماً في مستقبله، كما أنه يحاول الإشادة بأي نجاح يحققه الطفل، ولا يكاد يقدم له مكافأة على شيء حسن فعله حتى يقدم له وعداً بمكافأة جديدة. وأحياناً تكون تلك المكافأة عبارة عن هدية غير مرتبطة بأي إنجاز. الطفل الصغير جداً يحتاج إلى المكافأة المادية أكثر، وكلما كبر كبرت حاجته إلى المكافأة المعنوية، وحين يدخل في مرحلة المراهقة يصبح تواصل أهله معه وإحساسهم بما يعانيه أفضل ما يمكنه أن يتلقاه من هدايا ومكافآت. بعض الآباء يضعون معايير عالية جداً لإنجاز أبنائهم، وقد رأينا من يحصل ابنه على المركز الثالث فلا يقدم له أي تهنئة أو هدية، بل إنه يوبخه لأنه كان يتوقع منه الحصول على المركز الأول، وهذا أسلوب خاطئ في التربية، ونتيجته قد تكون شعور الطفل بالإحباط والعجز.
كافئ وشجع وفكر بصمت كيف تكون النتائج أفضل في المستقبل وكيف يمكن مساعدة الطفل على الوصول إليها.